ما الذي أشعل حريقا في البيت والبيت مغلق وليس فيه أحد؟ إنها بفعل فاعل يا سيدتي. من الفاعل؟ ليس منا، إن عملنا وحياتنا قائمان على هذه الأرض، فكيف نحرق دار أصحاب الأرض؟ لابد وأن يكون هناك فاعل، فالنار لم تشعل نفسها بلا شك. من هو؟ أريد أن أعرف من هو. ليس منا، نحن لم نحدد بعد إن كان منكم أو من غيركم. هل انطفأت النار؟ نعم، ونحاول أن نعرف من الفاعل. سيتحمل الوزن فما فعله فساد في الأرض. لكن من هو؟ سنعرفه وتعرفونه. متى؟ عندما يشاء الله. المهم أن الأنفس بخير، والخسائر ليست إلا في المبنى وما يعرفه. يا إمام، لابد من معرفة الجاني ومعاقبته. إنه إن أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة، بل إنه لو عوقب في الدنيا لكان ذلك خيرا له. إن قصاص الدنيا يشفي ما في الصدر من ألم. وهل نتألم من قضاء الله؟ إنه قضاء الله ولا راد لقضائه سبحانه. إن النار بدأت تشتعل في دور النسائي في العقول. لعلها تحرقه أيضا يا رب. يا رب. وستستمر النيران فتأتي على كل دوره في العقول وفي الفسطاط. الله 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 الله، هذا شيء جميل، جميل جدا. بل إن النار تنتظر القمح لتحرقه في عقوله أيضا. جمعة، كيف تحرق النار حقلا كبيرا؟ عندي خطة جهنمية تحرق الحقول من أقصاها لأدناها. الله 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 الله، هذا شيء عظيم. الشيء المفيد حقا هو أن حرائق ممتلكات النسائي التي بدأت وستستمر أيضا تطفئ نيران القهر في قلبي.